الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نزلت هذه الآية المباركة ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره او اشد قسوه في قوم من اليهود فاتوا الى رسول الله صلى الله عليه واله وقالوا كيف تقول بان قلوبنا اشد من الحجاره وكيف لك ان تثبت ذلك ونحن انما نقول بالاعمال الصالحه و نصوم ونتصدق على الفقراء. رسول الله صلى الله عليه واله هنا يقول ضابطه لقبول العمل الصالح. وتلك الضابطه ان العمل الصالح انما يكون مقبولا لو كان لوجه الله ولم يكن فيه رياء ولا سمعه. واما ما يصدر منكم من اعمال فهي تصدر على وجه الرياء. فغير مقبول وما يكون على وجه السمعة أيضا غير مقبول هكذا أعمالكم فهنا نتكلم بإذن الله عن الرياء وعن السمعة وعن محورين آخرين أيضا بالنسبة إلى تتميم الرواية أما الرياء فكما يقوله العلماء يفسرون الرياء بانه اظهار العمل والخصوصيات الفاضله للناس ليظنوا به خيرا يعني يظهر من نفسه بعض الخصوصيات الفاضله حتى يتصور الناس انه رجل خير ليجلب النفع والمدح لنفسه ويدفع الضر والذم عن نفسه هذا الرياء هذا الرياء محرم تكليفا ومحرم وضعا يعني مبطل اذا واحد صدر منه العمل الريائي فهذا عمل حرام هو هذا هذه العباده صوم صامه لله عز وجل ولكن اشرك في النيه رضا الناس ان يمدحوه أن يدفع الضرر والذم عن نفسه فهذا نفس العمل يكون محرما هو هذا الصوم لم يكن سابقا لو ما كان يصوم ما كان عليه حرمة خصوصا صوم مستحب مثلا أما ما دام العمل العبادي وقع مع الرياء فهذا يكون محرم لاحظوا بعض الروايات في ذلك في الحرمة التكليفية بعد ذلك ننتقل إلى الحرمة الوضعية والبطلان ولا تكونوا في الآية المباركة ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطراً ورئاء الناس لا تكونوا كذلك يعني الذين خرجوا من ديارهم بطراً أو يريدون الرياء للناس عملهم سيء فأنتم لا تقلدوهم في ذلك إذن الرياء مبغوض عند الله عز وجل في الآية الأخرى الذين هم يراءون من ال مبعدات عن الله عز وجل ولا يشرك بعباده ربه احدا الرياء في العباده لا يشرك بعباده انا في الروايه الاخرى انا خير شريك من عمل لي ولغيري وكلته لغيري الواحد يجي يشرك الله عز وجل مع غيره في العمل عموما الشريك يريد ياخذ الحصه لنفسه او يتناصف الحصه الله يقول أنا خوش شريك إذا عمل لي ولغيري وكلته لغيري فليذهب ويلتمس الأجر من غيري أنا ما أريد العمل الذي يكون معي شريك في ذلك العمل في موثق مسعدة ابن زياد عن الصادق عليه السلام عن أبيه عن آبائه عن رسول الله عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام فاتقوا الله في الرياء فإنه الشرك بالله الشرك من المسلم ان الشرك محرم. ان المرائي يدعى يوم القيامه باربعه اسماء يا فاجر يا كافر يا غادر يا خاسر، المرائي في العمل العبادي هذه اسماءه. كافر، فاجر، غادر، خاسر، حبط عملك وبطل اجرك فلا خلاص لك اليوم. فالتمس أجرك ممن كنت تعمل له في رواية أخرى يا زرارة كل رياء شرك الشرك بالله تارة واحد يعبد صنم مع الله عز وجل ويقول ليقربون إلى الله زلفا وتارة يريد في هذا العمل أن يجلب رضا الغير طبعا احنا سابقا بينا أنه تارة الظمائم ظمائم محلله او محببه. في الروايه كونوا دعاة للناس بغير ألسنتكم، يعني واحد يريد يعلم أهله اللي في بيته، طلبة المدرسة بصلاة الليل، تارة يقول لهم قوموا صلوا صلاة الليل، وتارة عندما يقوم يرفع صوته في صلاة الليل ليعلمهم، هدفه الله عز وجل، هذا مطلوب. هذا مو من مصادق الرياء، ما يريد يجلب النفع لنفسه، الرياء قضية مرتبطة بالنية. هذا يريد يعلم الغير لذلك في الرواية كونوا دعاة للناس بغير ألسنتكم ليروا منكم الورع والاجتهاد والصلاح والخير فإن ذلك داعية يعني يدعوهم للعمل هذا مطلوب إذا الرياء قضية ترتبط بالنية مو قضية خارج عن إطار النية هسه يمكن واحد يطرح في الشبهة أنه إذا الرياء مبطل للعمل العبادي فهذا كانما يلعب رياضه هاي مو صلاه لانه اذا واحد يركع ويسجد حتى يراه الغير هل هذا عمل محرم؟ حتى يتصور انه هذا يعبد يعب رب العالمين هذا في نفسه مو محرم صرف الحركات حركه الركوع حركه السجود العباده التي راء بها محرم فاذا راى في العباده العباده تكون باطله كما نذكر هسه في البحث الثاني اذا العباده كانت باطله فهي مو عباده فان لم تكن عباده يجب ان لا يكون عمله محرما اذا واحد يركض في الشارع حتى الناس يشوفون هذا الرجل رياضي هذا رجل مثلا رشيق او سريع اصلا يريد الناس يمدحوا هل هذا العمل باطل هل هذا العمل محرم ليس بمحرم اذا الشبهه شبهه فنيه انه اذا كان العمل باطلا من جهه الرياء فهذا العمل بعد مو عباده فان لم يكن عباده فليس عمله محرما لان الرياء في غير العباده مو محرم الرياء في العباده محرم فان لم يكن العمل محرما فيجب ان لا تبطل صلاته لان بطلان الصلاه من جهه الرياء وجهه الرياء لا يمكن ان تكون في العباده إذا يجب أن لا تبطل صلاته هذه النتيجة دور فني في القضية وهذه الشبهة طبعا تطرح في كثير من المسائل الأخرى أيضا الدور أنه لما بطلت عبادته للرياء الرياء إنما تكون في العمل العبادي في العمل العبادي فما دام هذا مو عمل عبادي إذن الرياء لا بأس بهذا العمل الذي صدر عنه فإن لم يكن بالعمل بأس فعبادته ليست بباطلة عبادته صحيحة فهذا ما يستلزم من وجوده عدمه طبعا الجواب عن هذه الشبهة أنه العمل العبادي في نفسه بغير لحاظ الرياء إن كان تاما فصدر عنه الرياء هذا يجب البطلان والحرمة العمل العبادي بنفسه يعني بلا لحاظ الرياء مع ملاحظة الرياء العمل يكون باطل بلا لحظة الرياء هل العمل في نفسه كل مقومات الصحة المقومات كلها موجودة في العمل فإن دخل في هذا العمل الرياء بطل عمله فيقولون الصحة التعليقية أو الصحة اللولائية يعني لولا الرياء لكان عمله صحيحا ولكن الرياء أوجب بطلان عمله إذن الحرمة لا شك فيها. الكلام في المحور الثاني هل العمل المراء به باطل؟ السيد المرتضى يرى عدم البطلان أن واحد إذا رأى في العمل عمل محرما ولكن عمل صحيح ما يحتاج مرة ثانية يعيد صلاته أو يقضي صومه وأنما عمله صحيح إلا أن الظاهر من الروايات وعليه الإجماع من الإمامية لولا السيد المرتضى أن العمل أيضا يبطل شوفوا بعض الروايات إذا غير الإجماع والإجماع هو دليل كافي في ما نحن فيه لاحظوا في الحرمة الوضعية والبطلان مثل مثلا النهي عن لبس المغصوب في الصلاة عندما ينهى عن الرياء في الصلاة مثل النهي عن المغصوب في الصلاة إذا واحد لبس المغصوب في الصلاة صلاة باطلة لاحظوا بعض النصوص، لا تبطلوا صدقاتكم بالمنة والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس، لا تبطلوا العمل باطل وصرف محرم، هذه الصدقة باطلة لا تقع، الزكاة باطلة، مرة ثانية لازم يزكي على الرأي المشهور. البعض يقولون لا هنا الحكم الوضعي في الزكاة بصورة خاصة وفي الخمس الصحة ولكن له الحرمه التكليفيه، ولكن هسه في غير الزكاه والخمس، في غير الاموال باطل العمل. السكوني يروي عن الصادق سلام الله عليه ان الملك ليصعد بعمل العبد مبتسما به. فرحان هذا الملك ماخذ العمل وده يصعد الى السماء. فاذا صعد بحسناته حسنه يعني ظاهرها حسنه. وهذا من لطف الله عز وجل هذا العمل صدر رياء ولكن مع ذلك حتى الملك الله ما يعلم ببطلان العمل يمكن هذا غير رأيه أو الله يستر يستر عن الغير ويستر حتى عن ملائكة السماء إذا أكو في تعقيبة للصلوات اللهم إن مغفرتك أرجى من عملي وان رحمتك اوسع من ذنبي اللهم ان كان ذنبي عندك عظيما فعفوك اعظم من ذنبي الى اخر التعقيبه في الصلاه من قرا هذه التعقيبه دبر كل صلاه ففي يوم القيامه صحيفه اعماله لا يراها احد تبقى بينه وبين بين الله عز وجل فحتى الملك يتصور انه هذه حسنه فاذا صعد بحسناته يقول الله عز وجل هناك بعد الله يبين القضيه اجعلوها في سجين نفس هذا العمل او نفس هذه الحسنه التي صعد بها الملك اجعلوها في سجين انه ليس اياي اراد هذا مو عمل إليه. طبعا هو نوى القربه بدوان لان العمل لازم يكون تام لولا الرياء فصدرت منه القربه ولكن اشرك مع الله غيره فنفس العمل يكون في سجين إذا العمل نفسه كان في سجين هل هذا يعني هذا العمل مقبول؟ مو أنه محرم ويعاقب نفس العمل في سجين لذلك نرى بأن الأصح كما عليه إجماع العلماء ببطلان العمل الذي يصدر رياء بس أكو بحث في الحقوق المالية مثل الخمس والزكاة اللي أشرت إلى بس يمكن تفصيله في وقت آخر مبينة السمعة فرقها عن الرياء انه تارة يظهر عمله للغير حتى هذا يمدحه وتارة يريد بعض الوسائط يوصلون ما يفعله ما يفعله من خير هسه ما يهمه انه زيد يشوفه يصلي ابدا ما يهمه زيد بس يدري زيد راح ينقل ان فلان يصلي صلاة الليل ان فلان فعل كذا من الخير تصدق راى مجموعه من العوائل من الايتام فهذه السمعه يعني يصل خبره وخبر ما فعله من الخير الى الغير ايضا ليجلب المدح والنفع لنفسه او يدفع الضرر والذم عن نفسه هذا سمعه في روايه عن الامام الرضا سلام الله عليه ويحك يا ابن عرفه اعملوا لغير رياء ولا سمعه فإن من عمل لغير لغير الله وكله الله إلى ما عمل إلى عمله ويحك ما عمل أحد عملا إلا رده الله إن خيرا فخير وإن شرا فشار نفس العمل يرجع له ووجدوا ما عملوا حاضرا نفس العمل موجود إن خيرا فخير وإن شرا فشار في تفسير القلب السليم إلا من أتى الله بقلب سليم يقول رسول الله صلى الله عليه وآله دين بلا شك ولا هوى وعمل بلا سرعة ولا رياء جدا أكو تشدد في النية يعني بالنسبة إلى العبادات بصورة خاصة نيته يغير الله عز وجل إحنا في البحث السابق الضمائم المحللة والمحببة والضمائم الجائزة أيضا إن كانت في طول نية القربة ولكن الرياء في عرض نية القربة طبعا التوبة اللاحقة سفرعان هو نذهب إلى البحث اللاحق التوبة اللاحقة لا تصحح العمل السابق ترفع الحرمة لأن الله عز وجل يتوب ويغفر لمن تاب التوبة اللاحقة يعني واحد إذا صدر منه صلاة الصبح رياء صلاة بطلت بعد تاب الحرمة ترتفع بفضل الله عز وجل وعليه أن يقضي صلاته هذا الفرع الاول، الفرع الثاني الرياء بعد العمل موجب لحبط الثواب ولكنه غير موجب لبطلان العمل، يعني يمكن واحد تصدق او صلى صلاه الليل ولله، بعدين في مجلس قال نعم انا كذا فعلت من الخير وخير رياء سمعة، هنا عمله صحيح ولكن الثواب انتفى بطل عمله المحور الآخر من الكلام أنه هنا الرسول صلى الله عليه وآله يشير إلى الاستغناء عنه أنه هل يمكن أن يكتفي الإنسان بالخير بدون وساطة ولي الله أبدا الذين قالوا حسبنا كتاب الله وأخطأوا أخطأوا متعمدين يعني كانوا متعمدين في المسألة واضح الله عز وجل صحيح أنزل القرآن هدى ولكن جعل مبين لهذا الهدى من هذا الطريق يريد أن تفهم القرآن وأنزلنا إليك الذكر صحيح هذا الذكر من نتيجة للناس ولكن أنزلناه إليك شنو خصوصية رسول الله صلى الله عليه وآله لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون فيما كتبه ابن أبي ناصر سأل الإمام الرضا سلام الله عليه وسلم عن هذه الآية الإمام بعد هذه الآية قال فإن لم يستجيبوا يعني ذكر الآية الثانية فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله الرسول صلى الله عليه وآله وجوده هو المحور وهو الرابط وهل لو واحد يجي يقول احنا ما نحتاج إلى رسول الله نعمل الخير نعتمد على الله هذا مو في آية أخرى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون أمران جعلهم الله عز وجل في أمة الرسول محمد <تصفيق> 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 الأمر الأول وجود رسول الله صلى الله عليه وآله والرسول موجود خب حي الشهيد إذا حيفة كيف بالرسول صلى الله عليه واله فهو حي موجود فما دام الرسول موجود الله لا يعذبنا ببركه الرسول وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون والاستغفار والانابه الى الله عز وجل طبعا بعد وجود الرسول ايضا يعني في طول وجود الرسول صلى الله عليه واله وهذا بحث مفصل وابعاد البحث واضحه في هذا الميدان لذلك رسول الله يقول لليهود انتم اللي تصرفوا من الاموال تريدون تظهرون الغنى عني. يعني ما احد ما يحتاج الى رسول الله، احنا موجودين. فهو هذا الذي يوجب بطلان عملكم. اذا واحد يريد يسوي خير لازم يكون عن طريق رسول الله صلى الله عليه واله، وعن عقيده برسول الله، مو ان يقف امام رسول الله ويريد ان يصدر منه الخير، هذا باطل، هذا ما له نافع ابدا. ونقطه اخيره ايضا في هذه الروايه انه الرسول صلى الله عليه واله يقول: في كل عمل مقبول نحتاج الى القصد الحسن والعمل الحسن. اما قصدكم انتم اليهود من ما تقولون من من الخير فكل قصدكم لمحاربتي، فقصدكم رياء وسمعه ومخالفه رسول الله والاستغناء عن رسول الله واظهار الكمال والشرف فهذا كله القصد باطل. أما عملكم ضد رسول الله صلى الله عليه وآله فهذا العمل أيضا سيء لأنكم تارة تعلمون بأني رسول الله وتخالفون وتعملون لتفريق الناس عني فهذا عملكم سيء تعلمون تارة أخرى تجهلون أني رسول الله صلى الله عليه وآله ومع ذلك تع تعملون ضدي أيضا هذا مو مقبول هذا العمل منكم لأنه في الرواية هلا هل تعلمت يؤتى بالرجل في يوم القيامة يقال له لما فعلت كذا وكذا قال كنت جاهل يقولون له هلا هل أو في البدء يقولون هلا هل علمت يقول ما عرفت هلا هل تعلمت تروح تتعلم فالجهل غير مسوغ الاعتذار للانسان اذا واحد جاهل لازم يتعلم اذا واحد جاهل وحقيقه جاهل قاصر ايضا عمله مو مقبول عمله سيء وان كان يتصور لانه نيته سيئه المتعمد عمله سيء اللي لا يعلم ولا يتعلم ايضا يقال له هل لا تعلمت فعملك سيء اللي لا يعلم وصرف الاموال لما صرفت الاموال قبل التحقيق؟ الرسول صلى الله عليه وآله كان موجود كنتوا تسألوه بالفعل إذا كنتوا تتصورون أن الرسول أتى للتفرقة بين الناس فتصرفون الأموال لتبعدوا الناس عن رسول الله صلى الله عليه وآله كان المفروض أن تتحققون عن رسول الله قبل ما تصرفون مثل ما الآن إجيتوا وتشتكون عند رسول الله أنه لم هذه الآية أن قلوبنا كالحجارة وأشد ونزلت فينا إذا النية باطلة والعمل في كل أبعاده أيضا باطل بعد ذلك يبدا رسول الله صلى الله عليه واله بالاحتجاج معهم. <applause> لاحظوا الروايه فقال رسول الله صلى الله عليه واله انما الخير ما اريد به وجه الله، الاخلاص اللي هذا بيناه مفصلا سابقا. وعمل على ما امر الله تعالى. العمل يكون مطابق للامر العام او الخاص الالهي. وأنه هو واحد يجي بالبدعه والتشريع يريد ان يدخل في الدين ما يحب وما يشتهي ويقول نعمه البدعه هذه واما ما اريد به الرياء والسمعه وعملكم من هالقبيل ومعانده رسول الله صلى الله عليه واله تعاندونني تعاندون حجه الله هذا العمل باطل واظهار الغنى له اظهار الغنى له يعني تارة يقولون باننا مستغنون عن رسول الله لا نحتاج إلى رسول الله أو يقولون بأننا نحن الأغنياء احنا نظهر لرسول الله مكنتنا وأملاكنا وأموالنا فإذا كان هذا الهدف أن تظهرون لرسول الله أنكم أصحاب أموال فتنفقون أموالكم هذا مو لله صار عملكم باطل وإظهار الغنى له والتمالك يعني اظهار الملك نحن اصحاب املاك والتشرف عليه اظهار الشرافه نحن اصحاب شرف كبار في اقوامنا ما نحتاج الى مثلك فليس بخير فهذا العمل لا يكون عمل خير هذا عمل كل شر بل هو الشر الخالص العمل بهذه الصفات شر خالص ووبال على صاحبه ليش هو لانه العمل صار عمل حرام، واحد ارتكب حرام، اذا ما كنت مصلي صلاه الليل فما كان يكتب عليك شيء، ما دام صليت صلاه الليل لرياء فعملت حراما ولك العقاب، ويعذبه الله به اشد العذاب. فقالوا له اليهود يا محمد, محمد أنت تقول هذا هذا كلامك ونحن نقول بل ما ننفقه ما نافية يعني ما ننفق هذه الأموال أنت تقول هذا رياء وسمعة بس إحنا نعتقد أن ما ننفقه كله لأجل تضعيفك وأنت جاي تدعي النبوة تدعي النبوة إحنا لازم نفرق الناس عنك. بل ما ننفقه إلا لإبطال أمرك ودفع رياستك يعني قصدنا الشريف أنت جاي نفرق بين الناس ولتفريق اصحابك عنك مجموعه تاثروا بك بهذه الاموال نبعدهم عنك وهو الجهاد الاعظم اليهود يقولون نامل به من الله الثواب الاجل العظيم فاقل احوالنا انك تساوينا في الدعاوي فاي فضل لك علينا احنا عندنا دعوه وانت عندك دعوه ندعي ان عملنا خير وتدعي ان عملنا شر. شنو شنو اللي يثبت كلامك؟ الرسول صلى الله عليه واله يقول نعم اثنين لما يروحون الى القاضي الطرفان كل واحد عنده دعوه وكل واحد عنده يتصور الحق معه بعدين القاضي يشوف مع من الحجه المهم الحجه مع المدعي او مع المدعى عليه فانتم صحيح الان كلامكم تقولون فعلكم خير وانا اقول فعلكم شر ولكن تعالوا اظهر براهيني وادلتي وحججي هنا مربط الفرس فقال رسول الله صلى الله عليه واله يا اخوه اليهود ان الدعاوي يتساوى فيه المحقون والمبطلون الطرفان يدعيان ان الحق معهم الدعوه بعض ولكن حجج الله ودلائله تفرق بينهم بعد الحجه يظهر المحق من المبطل فتكشف عن تمويه هذه الحجج عن تمويه المبطلين، المبطلون يظهرون خلاف الواقع يلبسون الباطل ثوب الحق فهذا التمويه بالحجج يزول هذا التمويه وتبين عن حقائق المحقين ورسول الله محمد لا يغتم بجهلكم رسول الله ما يغتم بجهلكم لا يغتم هل هو من الغم يعني ما يحزن على جهلكم يمكن ما يرتبط بما نحن فيه يعني لا يأخذ جهلكم مطي على أن تتأثروا به شوف عموما هسه شوفوا الأحزاب الفاسدة أو الأديان المنحرفة عموما الجهل يتبعون الحزب الفاسد أو اللي عنده مصلحة مالية أو غير مالية فهم يستغلون جهل العوام بشعارات براقة يؤثرون على العوام فيجذبونهم يستغلون الجهل رسول الله صلى الله عليه وآله يقول أنا ما أريد أستغل جهلكم أنا أبين حجج باهرة بينة أنا بالحجج أريد أجركم مو بقضايا توهمية وتخيلات فهنا ولا يغتم من معاني اغتم تغطى يعني مو انه انا اريد بغطاء الجهل اؤثر عليكم لا وانما انا اريد ابين لكم الحقائق هذا اقرب لمعنى يغتم ورسول الله لا يغتم بجهلكم يعني لا يستفيد من جهلكم ولا يكلفكم التسليم ما يضغط عليكم بالقوة هم تجون لا أكره في الدين بغير حجة ولكن يقيم عليكم حجة الله التي لا يمكنكم دفاعها الحجة البينة ولا تطيقون الامتناع عن موجبها يعني موجب هذه الحجة صدق رسالة, رسالة رسول الله لا تتمكنون من, من الامتناع عن ذلك ولو ذهب محمد صلى الله عليه وآله ويريكم ايه من عنده لشككتم. هنا الرسول صلى الله عليه واله يجي يفتح المجال امامهم. يقول شنو اللي انتم تقترحون؟ الله عز وجل هكذا قال لي. انا لو اقول لكم تعالوا اراوي لكم معجزه من المعجزات يمكن تقولون هاي قضيه تمويه وخدعه والسحر او ما الى ذلك. انتم اقترحوا الله عز وجل قال فليقترح هؤلاء اليهود ما يريدون فنظهره على يدك يا رسول الله صلى الله عليه واله. هنا ليس الكلام اشكال انه سابقا في بعض الروايات قلنا الرسول ما يقترح على رب العالمين. وانما يظهر الحجج. الرسول ما يقترح على الله، اما الله ياتي ويقول لرسوله فليسالوا ما يريدوه من حجه من معجزه فانا على يدك أبين ما يريدونه وما يقترحونه هذا غير أنه هو الرسول يقترح لأنه سابقاً مضى أن الرسول قال أنا لا أقترح على الله اقتراح هذا من سوء الأدب أن الرسول يجي يقترح على المرسل أنه كيف أفعل لتجذب هؤلاء المرسل إليهم الناس فهنا رسول الله صلى الله عليه وآله يقول ولو ذهبت يعني أنا ولو ذهب محمد ويريكم آية من عنده لشككتم وقلتم إنه متكلف يعني يظهر الشيء على غير حقيقته هذا التكلف مصنوع يعني مفتعل قضية مفتعلة صنعها محتال فيه يعني مراوغ مو الواقع ده يبينه معمول أو متواطئ عليه يعني متآمر فيه قضية حقيقيه واذا اقترحتم انتم فاراكم ما تقترحون لم يكن لكم ان تقولوا معمول او متواطئ عليه او متاتن بحيله يعني اتى بحيلتين او مقدمات مثل قضيه سحره فرعون اللي اتوا بمقدمات حبال وفي بطن الحبال الزئبه وبتلك الطريقه هاي تلك بكل المقدمات ما عندي مقدمات اقترحوا الله عز وجل يجعل تلك الايه علامه على صدق دعواي فما الذي تقترحون فهذا رب العالمين قد وعدني ان يظهر لكم ما تقترحون ليقطع معاذير الكافرين منكم ويزيد في بصائر المؤمنين منكم هذا وصلى الله على محمد واله الطاهرين